السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطبتم وطابت أيامكم ولياليكم. ونسأل الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء الكريم بكم، نسأله بمنه وكرمه أن يجمعنا يوم القيامة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحانك ربي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، يا خالق السماوات والأرض، يا خالق الليل والنهار، يا خالق الشمس والقمر، يا خالق النجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شيء. علمت الإنسان ما لم يعلم، رفعت السماوات بغير عمد، ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن ترفع عنا هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك منك ما هو لك، ونستعيذك من كل أمر يسخطك. اللهم إنا نسألك من صفاء الصفاء، صفاء ننال منك به شرف العطاء. اللهم لا تشغلنا شغل من شغله عنك ما أراد منك إلا أن يكون لك، واجعلنا ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك. اللهم املأ قلوبنا بك فرحا، واملأ ألسنتنا لك ذكرا، واملأ جوارحنا فيما يرضيك شغلا، وامحو عن قلوبنا كل ذكر إلا ذكرك، وكل حب إلا حبك، وكل ود إلا ودك، وكل إجلال إلا إجلالك، وكل تعظيم إلا تعظيمك، وكل رجاء إلا لك، وكل خوف إلا منك، وكل رغبة إلا إليك، وكل رهبة إلا لك، وكل سؤال إلا منك. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك الفقراء المساكين، سجدنا لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء وضعفا وعجزا وقلة. يا رب ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام، يا رب ارحمنا، فإنا سجدنا لوجهك الكريم اعترافا وتصديقا بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أعطيت، وإذا سئلت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، يا أرحم الراحمين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نسألك ربنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا الصباح المشرق من أيام رمضان، نسألك ربنا يا ذا الجلال والإكرام أن تمن علينا برفع الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة والجبروت، يا مالك الملك والملكوت. اللهم اجعل أوقاتنا من الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك وعبادتك موصولة، حتى يكون الورود ورودا واحدا، والحال حالا واحدا،
لا سآمة فيه ولا فتور ولا ملل ولا تقصير، حتى نسرع به إليك في حين المبادرة، ونسرح بذلك إليك في ميادين المسابقة. اللهم ارزقنا من طعم ذلك اللذائذ الطيبة يا أكرم الأكرمين. إلهي وسيدي ومولاي، من أحسن منك حكما لمن أيقن بك، ومن أوسع منك رحمة لمن اتقاك وقصدك، ومن أسرع منك عطفا ورأفة لمن أرادك وأقبل على طاعتك. فكلنا يا رب في نعمائك نتقلب، ولك بفضلك علينا نعبد. سرت همومنا بك إليك، وانفردت إرادتنا لديك، وأقبلت قلوبنا بك عليك، وفنيت حظوظنا من دونك، واجتمعت لك وحدك. فنحن إليك في الليل والنهار متوجهون، وعليك في كل الأحوال مقبلون، ولك على كل الأحوال مؤثرون. فإنا نسألك إلهنا وسيدنا ومولانا أن تكون لنا بفضلك حافظا، أن تكون لنا بكرمك كالئا كافيا عاصما راحما. فإنا بك مستغيثون، وإليك راغبون، ومنك راهبون، وعليك في أمور الدنيا والآخرة متوكلون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم منك ما هو لك، ونستعيذك من كل أمر يسخطك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا في هذه الساعة المباركة. اللهم اجعلنا ممن لك يعطي ولك يمنع، واجعلنا ممن بك يستعين وإليك يلجأ، وبك يتعزز ولك يصبر، وبحكمك يرضى. اللهم اجعلنا ممن يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك. اللهم اجعل تصبرنا عما يسخطك فيما نهيتنا عنه تصبر من استغنى عن الصبر بقوة العصمة منك له. اللهم واجعلنا ممن يستعين بك استعانة من استغنى بقوتك عن جميع خلقك. اللهم واجعلنا ممن يلجأ إليك لجأ من لا ملجأ له إلا إليك، واجعلنا ممن يتعزى بعزائك ويصبر لقضائك أبدا ما أبقيتنا يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك على جميع خلقك، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر، اللهم إنا مضطرون وأنت المجيب، اللهم إنا مضطرون وأنت المجيب، يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تخشاه الظلمات، يا من لا يشغله شيء عن شيء. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا، وتكشف بها كربنا، وتغفر بها ذنبنا، وترفع بها عنا الوباء، وتصلح بها أمورنا، وتغني بها فقيرنا، وتكشف بها همنا وغمنا، وتشفي بها سقيمنا، وتقضي بها ديننا، وتجلو بها حزننا، وتجمع بها شملنا، وتبيض بها وجوهنا، يا أرحم الراحمين. إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوتنا، واغفر خطيئتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت،
ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا تحرم سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنع عنا مواهبك لسوء ما عندنا، ولا تجازنا بقبيح أعمالنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد مثل ما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالصيام، ولك الحمد بالقيام. عز جاهك، جل ثناؤك، تقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك، وفي الأرض سلطانك، وفي البحر عظمتك، وفي الجنة رحمتك، وفي النار سطوتك، وفي كل شيء حكمتك وآياتك. من تقرب إليك قربته، ومن أحبك أحببته، ومن توسل إليك قبلته، ومن عصاك أدبته. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا، ومن شر ما لم نعلم، ونعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار. اللهم وفقنا بحسن الإقبال عليك والإصغاء إليك، ووفقنا للتعاون في طاعتك، والمبادرة إلى خدمتك، وحسن الآداب في معاملتك، والتسليم لأمرك، والرضا بقضائك، والصبر على بلائك، والشكر لنعمائك. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.